بنصبح على حضراتكم مره تانية. ودلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحراره رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في ارتفاع في نسب الرطوبه على مدار اليوم ونشاط الرياح ببعض المناطق، وفي كمان فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر حلايب وشلاتين. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. الناس كلها كل ما تشوفني تقول لي انت بتقولوا ان درجات الحراره قليله وانها 33، وبنلاقي ان احنا حاسين بدرجه الحراره مرتفعه جدا وحاسين بالحر طول اليوم. هو احنا بالفعل فتره الظهيره مع سطوع اشعه الشمس وهدوء سرعات الرياح وكمان وجود نسب رطوبه في الجو، لان احنا لسه في نسب رطوبه في الجو، لان اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا الكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط محمله بكميات كبيره من بخار الميه، ففي ارتفاع في نسب الرطوبه بالفعل. لكن في عوامل بتخلينا ما نحسش بنسب الرطوبه فتره الصباح الباكر او ساعات الليل. بالفعل احنا بنسجل درجات حراره عظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، لكن ده في الظل محسوسه هنحسها 35 او 36 درجه مئويه، ويمكن ده يعتبر تحسن كبير في قيم درجات حراره بالنسبه لموجات ارتفاع في درجات الحراره اللي كنا بنشوفها في شهر 7 او شهر 8. درجات الحراره انخفضت حول المعدلات، ده تعتبر المعدلات الطبيعيه اللي بتستهدف لوقتنا العام. فبالفعل احنا فتره الصباح الباكر بنحس تحسن في الاحوال الجويه، اجواء معتدله تماما ولطيفه، لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس وزي ما قلنا في الاول هدوء سرعات رياح وجود نسب رطوبه، بنحس بالفعل فتره الظهيره بالاجواء الحاره الرطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. مع غياب اشعه الشمس وصلنا في فترات الليل بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره مره اخرى، بنحس دي اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، خاصه في بعض الليالي اللي هيكون فيها نشاط نسبي للرياح، وجود نشاط للرياح يقلل احساس نسب الرطوبه الموجوده في الجو، فبالتالي بحس معاه في الاجواء المعتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه. لكن في بعض الليالي بالفعل هلاقي فيها هدوء في سرعات الرياح، فبالتالي هحس بنسب رطوبه واحس معاها بارتفاع درجات الحراره فترات الليل، ويمكن ده نحس بيه اكتر مع نهايات هذا الاسبوع ان شاء الله، لان احنا متوقع مع نهايات هذا الاسبوع تبدا تهدأ سرعات الرياح نوعا ما، وكمان نحس بارتفاع خفيف في قيم درجات الحراره. اذا في موجه حر قادمه؟ لا مش موجة حر قادمة خالص، ما فيش ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، هو ارتفاع طفيف بحوالي درجة مع هدوء سرعات الرياح، فهنحس ان قيم درجات الحرارة اعلى من الايام. لا ما هو مع نسبة الرطوبة يبقى كده هنحس بدرجة حرارة مرتفعة. بس مش ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مش موجة ارتفاع في درجات الحرارة، احنا هنبقى حول المعدل او يعني اعلى من المعدل بحوالي درجة مئوية مع نسب رطوبة، يعني لو احنا بنقول 34 محسوسة ممكن تبقى 36 37 درجة مئوية خلال هذه الايام، احنا بنحسها 35 36، مش هيبقى في اختلاف كبير قوي، لكن هنحس ان في ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره، بالاضافه كمان فرص الامطار مكمله معانا، ويمكن الحمد لله هي بدات كمياتها تقل، النهارده هتكون امطار خفيفه على بعض الاماكن من جنوب سيناء زي سانت كاترين وبعض الاماكن من دهب وطابه، كمان بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين، هي امطار خفيفه ممكن تكون رعديه احيانا على فترات من اليوم، بالاضافه كمان نشاط للرياح مكمل معانا خاصه على خليج السويس هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على خليج السويس، ارتفاع الامواج هيوصل ل 3.5 متر على خليج السويس غير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن البحر الاحمر والبحر المتوسط مناسبين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. يعني احنا زي ما قلنا في الاول نشاط السياح هيبقى موجود معانا في فترات المساء خاصه في القاهره الكبرى، يعني مناطق من الجمهوريه مش كل مناطق الجمهوريه، مع وجود نشاط سياح فترات المساء وساعات الليل يقلل احساسي بعض الشيء بنسب درجه الحراره. طبعا النصيحه المهمه جدا ان احنا بقدر الامكان فترات الظهيره لازم نتجنب اشعه الشمس، احنا ما زلنا في فصل الصيف وشهر 8، فلازم بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس المباشره فتره الظهيره. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من
القاهرة العظمى 33 الصغرى 25، العاصمة الإدارية 33 25، الإسكندرية 32 24، العلمين الجديدة 31 24، مطروح 31 24، دمياط 31 25، بورسعيد 31 24، إسماعيلية 35 22، السويس 34 23، العريش 31 24، كاترين 35 18، طابة 36 25، حلايب 37 29، شلاتين 42 31، شرم الشيخ 40 30، الغردقة 38 29، الفيوم 36 25، بني سويف 36 24، الوادي الجديد 41 25، أسيوط 38 24، سوهاج 41 26، قناة 44 27، الأقصر 44 27، وأخيرا أسوان 45 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لسه الطقس معانا مكمل لآخر الأسبوع معتدل مع نسمة الصيف بالليل، لكن نخلي بالنا زي ما دكتورة منار قالت من ساعة الظهيرة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسانتا عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك جديد. شكرا لك.